السؤال اللي بننسأله كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، لنفرض أنا بدي أقدم لأمريكا، لما أروح هناك أي ولاية أسكن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض، نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر، ولا تنسى الهاند واشنج، البس الجلوفز وهات الماسك وتفضل معنا. كثير ممرضين حول العالم مناهم وحلم حياتهم انهم يعيشوا او يهاجروا او يشتغلوا في الولايات المتحده الامريكيه، وكثير منهم بلشوا بالبروسيس تبع الهجره او بداوا بالاجراءات، لكن معظمهم او كلهم مش عارف يقرر لما يروح على امريكا اي ولايه يسكن فيها او يشتغل فيها. تنساش انه لازم تكون يعني عامل قرار مبدئي على الاقل قبل ما تبدا بالاجراءات، لانه انت بدك تطلع رخصه لولايه معينه. أمريكا ما بتقدر تأخذ رخصة من أولها لأمريكا كلها، كل ولاية لها رخصة لحال، فأنت من أول يوم بتقول لهم بدي أقدم رخصة نيويورك، نيو جيرسي، نيو هامشير، آيوا، تكساس، ميتشيغان، لازم تقول لهم أي ولاية من أول يوم. فيما بعد لو غيرت رأيك عادي بتقدر تعمل إشي اسمه إندورسمنت وتنقل الرخصة من ولاية لولاية، لكن إذا أنت حاب تريح راسك اسأل عن النقاط التالية عشان من أول يوم تقرر وين بدك تروح، ومن أول يوم الولاية اللي تقرر إنك تروح عليها تروح عليها عن جد بدون ما تتغلب. طبعا لو سألت أي إنسان شو أحسن ولاية أو مدينة في أمريكا راح أقول لك أحسن ولاية الولاية اللي أنا فيها، لأنه فيش حدا بحب يطلع حاله غلطان، فإنت لا تسمع الإنسان، بنصحك من منطلق تجربته الشخصية. ولعلمك السؤال أصلا غلط، ما في إشي اسمه شو أحسن ولاية في أمريكا، لأنه لو في ولاية أحسن من غيرها في كل النواحي كان كل الناس سابت أمريكا وقعدت فيها. فأنت لما تسألني شو أحسن ولاية في أمريكا أنا راح أسألك من أي ناحية. جيب ورقة وقلم واكتب عليها. رقم واحد، من ناحية الثقافة والتقاليد، في ولايات منفتحة جدا خصوصا الولايات اللي عدد سكانها كبير زي نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا. الولايات هاي منفتحة جدا من ناحية الأخلاق، من ناحية القوانين، حتى تختلف عن غيرها تماما. في بعض الولايات في يمكن 12 أو 13 ولاية في أمريكا مسموح فيها بيع الحشيش، طبعا بحد معين أو لحد رقم أو وزن معين لكن مسموح. في بعض الولايات محافظة جدا لدرجة أنه ممنوع تشرب خمر بالشارع أو تحمل قزازة بالشارع، بدك تحطها في كيس أسود أو في إشي مغلق يعني. في بعض الولايات على مستوى قانون السير مثلا بيلتزموا بالقانون، وفي بعض الولايات السواقة فيها أوسخ من السواقة في عمان، لا حدا بتطلع على إشارة ولا حدا بيخليك تمرق، وفي ناس بتتجاوز من الشمال لليمين، هذا الحكي بتلاقيه في نيويورك عادي لكن ما بتلاقيه في نورث كارولاينا مثلا. فبدك تختار ولاية تكون الثقافة والتقاليد تبعها محافظة شوي. رقم اثنين، نسبة العرب والمسلمين في الولاية أو المدينة أو الحي اللي بدك تسكن فيه أحيانا بتكون مهمة بالنسبة لك، خصوصا إذا كنت متزوج وولادك لسه صغار، فبدك تسكن في كوميونيتي أو في حي يكون أغلبيته عرب ومسلمين، يكون في مسجد، يكون في مدرسة عربية، مدرسة إسلامية، دار تحفيظ قرآن، إشي يخليهم إن كونتاكت يعني على اتصال بثقافتهم، بتراثهم، بعاداتهم، بدينهم، بالأشياء الكويسة هاي. رقم ثلاث، الأمان والجريمة. في ولايات الجريمة فيها بتنتشر أكثر من ولايات ثانية، حتى بنفس الولاية ممكن تلاقي مدينة فيها جريمة ومدينة آمنة جداً، حتى بنفس المدينة ممكن تلاقي حي أو شارع مليان مجرمين والحي اللي جنبه بالضبط. مثلا في أوهايو بعض المدن الحي مليان مجرمين، الحي اللي جنبه بالضبط كله دكاترة جامعة وعلماء بيشتغلوا في وكالة ناسا. فما في إشي اسمه أمريكا كلها جرائم، إذا بنفس الولاية بنفس الحي بنفس الشارع بتلاقي أول بيتين كويسين وآخر بيتين مش كويسين. لا تسمع للناس اللي بتعمم. لكن إجمالا إذا كانت الولاية عدد سكانها كبير وفيها ازدحام وفيها فوضى وفيها ضوضاء زي نيويورك أو كاليفورنيا، فالوضع الطبيعي أنه الجريمة منتشرة. وإذا كانت الولاية هادية وعدد سكانها قليل زي مثلا إنديانا، نيو مكسيكو، مينيسوتا، فالوضع الطبيعي أنه الجرائم قليلة جدا. أنا بذكر مرة شفت مقطع على اليوتيوب لواحد عراقي قال أنا ساكن بنورث كارولاينا، الشارع اللي جنبي بالضبط كل أسبوع نسمع أنه واحد انقتل، الشارع اللي أنا فيه آخر مرة انقتل فيه بني آدم سنة 1972. فتخيل نفس الشارع أول مجرمين وآخرته ناس محترمة. رقم أربعة، الجو. ولايات الشمال بشكل عام بارد جدا جدا جدا، الولايات القريبة على الحدود مع كندا
بارد جدا مثل ولاية واشنطن، مش العاصمة واشنطن، في ولاية لحالها اسمها واشنطن اللي هي آخر شيء على الغرب على الساحل الأطلسي، إنديانا، مينيسوتا، كل الولايات اللي في الشمال بارد جدا، نيويورك برضو الشتاء تبعها قاسي جدا. في الجنوب كاليفورنيا جوها حلو، يعني شبيه من جو الأردن، أحيانا بيكون حر شوي. فلوريدا جوها صعب جدا كأنك بالخليج، فبدك تعرف أني ولاية جوها بناسبك. برضو تنساش انه كل الولايات اللي على الساحل الشرقي هاي نيويورك ونيوجيرسي وجاراتها هذول كلهم كل سنة لازم يصير فيها اعصار او اثنين، فيضان او اثنين، فبدك تدير بالك من النقطة هاي، حاول تقعد بالوسط او بالغرب. رقم 5، المستوى المعيشي. بعض الولايات غالية جدا جدا وبعضها رخيصة وبعضها متوسطة. اجمالا الولاية اللي بتكون رواتبها عالية بتكون العيشة فيها غالية جدا، والولاية اللي بتكون رواتبها قليلة بتكون العيشة فيها رخيصة. فأنت الكل بنصح أنه لو كنت عزابي اختار ولاية تكون عيشتها غالية ورواتبها غالية، وإذا كنت متزوج فاختار ولاية تكون عيشتها هادية ورخيصة ورواتبها قليلة، لأنه هذا اللي بزبط معك. برضو بدك تركز على أسعار البيوت وإجارات الشقق، دور على مدينة أو حي معين يكون إجارات الشقق فيه أقل ما يمكن إلى أن ربنا يرزقك وتشتري بيت، إذا بدك تشتري بيت. رقم 7، لما تختار الحي والشارع بالضبط بدك تعرف أنه بيت أو أنه شقة تأخذ. حاول يكون هذا البيت قريب من المرافق العامة، قريب من السوق، قريب من المسجد، قريب من المدارس الأولاد، قريب من مكان عملك، قريب من محطة المترو مثلا إذا كنت في مدينة كبيرة، قريب من المستشفيات إذا لا سمح الله حدا تعب، قريب من أماكن الترفيه، من المولات، من الحدائق، من الأشياء هاي. رقم 8، بدك تختار، أنا بحكي عن البيت أو الشارع، لو حددت الولاية بدك تحدد البيت أو الشارع حسب أنه يكون قريب على شغلك. رقم 9، عدد السكان. فإذا أنت بتحب الهدوء والروقان لا تروح على نيويورك اللي فيها ملايين الناس وفيها زحمة سير وفيها طوابير في كل مكان وفيها نسبة الجريمة عالية وفيها نسبة الأمراض عالية وثلاث أرباع السكان معهم إيدز أو هيباتايتس. أنت بتحب الهدوء روح على ولاية هادية، والعكس صحيح. فالاكتظاظ يعني دور وين مكان، يعني زحمة وانت رايح الشغل، زحمة وانت راجع من الشغل، يعني طابور في كل إشي في البلد، يعني نسبة الجريمة كبيرة، يعني أخلاق ما فيش، يعني أولادك راح يضيعوا. فالكل بنصح المتزوج اللي عنده أولاد روح على مدينة ما فيش فيها عدد سكان كبير. رقم 10، بعض الناس بختار الولاية خصوصا الممرضين حسب وجود مستشفيات معينة بالاسم. يعني في ناس بيقول لك أنا حابب أشتغل في كليفلاند مثلا، المستشفى اللي اخترع القسطرة واللي اخترع الأوبن هارت واللي اخترع، مجرد أنك بتشتغل بكليفلاند هاي سمعة لك. خصوصا بعض الناس بكون ناوي يقعد في أمريكا هالخمس سنوات عبين ما يأخذ الجنسية وبعدها يرجع الخليج، فإذا اشتغلت في كليفلاند ولاية أوهايو تقدر لما ترجع الخليج تشتغل في كليفلاند ولاية أبو ظبي، حطها ببالك هاي. بعض الناس بيقول لك بدي أسكن في الولاية اللي فيها جامعة هارفارد مثلا، انا بدي اولادي يدرسوا اداره اعمال او يدرسوا كذا، وهي من اهم الجامعات واشهرها على مستوى العالم، فانا بدي الولايه اللي موجود فيها هاي الجامعه بالذات. حقك، لو انت انسان زهقت من التمريض وبدك تدور على بزنس، حابب انه تشتغل وتجمع قرشين تفتح فيهم شركه، تفتح فيهم مول، تفتح فيهم سوبر ماركت، بعد شوي تعمل له اكثر من فرع في اكثر من ولايه، حاول تسكن في ولايه كبيره عدد سكانها كبير وفيها فلوس كثير زي نيويورك وكاليفورنيا اهم ثنتين، فلوريدا برضو مش عاطلة، نيو جيرسي، إلينوي اللي فيها شيكاغو برضو كويسة جدا فيها ناس كثير، وإلينوي بالذات فيها شيكاغو، ديترويت أظن اللي هي أكثر نسبة عرب في الولايات المتحدة الأمريكية. فلما يجي واحد يقول لك شو أحسن ولاية في أمريكا قل له من ناحية إيش. كل التوفيق للجميع، تنسوش أنه التمريض هو أسهل طريقة للحصول على الجنسية الأمريكية. أنت بتوصل أمريكا بعد خمس سنوات بعطوك الجنسية وصحتين وعافية. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة، ولا تنسى رجاء رجاء فعل زر الجرس. كل الناس بيقولوا انت كل يوم بتنزل فيديوهين وما بيوصلنا اشي، اتأكد انه زر الجرس على الكل او اول علشان يوصلك اشعار بكل جديد إلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.